والدة البلطجي المصري حسين الشحات تخرج مع الكابتن أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورتس المصرية، وتدلي بتصريحات قوية جدا جدا جدا، وتبكي الملايين باعتبارها أم. قبل الدخول في التفاصيل، لايك اشتراك فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة، ولا تنسى ورب الكعبة هذه القناة تفاصيل حصرية أخبار نارية لن تسمعها في أي قناة عبر السوشيال ميديا ومنصتها بأكملها. والدة حسين الشحات بدأت حديثها واستنجدت بالملك المغربي، وأكدت أنها تتطلع إلى أن الملك المغربي يحاول إقناع محمد الشيبي بالتنازل عن قضيته ضد ابنها. والدة حسين الشحات أكدت أن مستقبل ابنها هيضيع وهيتم سجنه. والدة حسين الشحات اعترفت مرة أخرى أن ابنها أخطأ ويستحق الشطب ويستحق السجن، ولكنها أم وقلب الأم غير. يا سادة يا كرام. أيضا والدة حسين الشحات أكدت أن ابنها يعاني حاليا من حالة نفسية سيئة، وأكدت أنه كان في المحكمة النهاردة بيقدم استئناف على الحكم الصادر ضده، ولكن والدة حسين الشحات استنجدت بمحمد الشيبي واستنجدت بالملك المغربي أنهم فعلا أخطأوا. هي معترفة اللي ابنها أخطأ وبتطلب العفو والسماح، لكن يا حاجة دموعك على راسنا، ولكن ابنك رافض الاعتذار، ابنك رافض انه يحل الموضوع، ليه ما تعرفش؟ وكأنه يستفز الشيبي من اجل الاستمرار في القضية.